سلام الله عليكم متابعين قناة مصر الآن. قبل الفيديو اشترك في القناة ليصلك أهم وآخر الأخبار. إيقاف إمام مسجد في الكويت بسبب محمد مرسي، وإليكم تفاصيل الخبر. أوقفت لجنة الوظائف الدينية في وزارة الأوقاف الكويتية إمام مسجد احترازيا وإحالته إلى التحقيق بعد التأكد من تجاوزه لميثاق المسجد وتطرقه إلى أمور سياسية خلال خطبة الجمعة الماضية. ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصادر مطلعة اليوم الخميس أن اللجنة أفرغت أشرطة الخطبة وتحققت من محتواها الذي أظهر تعرض الخطيب لأمور سياسية مخالفة، وذلك عقب أيام من إحالة الخطبة إلى اللجنة لمراجعتها بعد الحديث عن تطرق الإمام إلى أمور سياسية تتعلق بمصر. وفي وقت سابق أشار نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي إلى أن الخطبة تضمنت دفاعا عن الرئيس المصري الراحل محمد مرسي الذي توفي الشهر الجاري. إلى ذلك أصدرت الأوقاف الكويتية تعميما يشدد على ضرورة ألا تتجاوز خطبة الجمعة 15 دقيقة في المساجد الواقعة داخل المناطق السكنية التي يكثر فيها المصلون ويضطر بعضها للصلاة خارج المسجد، كما يجب ألا تتجاوز الخطبة 10 دقائق في المساجد التي تقع في المناطق الحدودية. ولفت التعميم إلى ضرورة التقيد بهذه المدة لظروف الطقس في الصيف. وفي نهاية الفيديو اشترك في القناة ليصلك أهم وآخر الأخبار المصرية والعالمية.